ويحطوا في ايادي امينه. يلا نوصلوا معكم لقاءنا، مرحبا بكم فيديو لمدير مدرسه. مازلنا مواصلين مع التربيه والتعليم لانه هما اساس التكوين بتاعنا واساس انه تكوين اجيال غدوه تكون اجيال صالحه واجيال تكون باهيه واجيال تبني البلاد هذيا. فيديو اليوم ربيع تاخير في ولايه صفاقس، فيديو لمدير مدرسه نحى صباته صفن سروال وهكا وشد المصلحه وطلع فوق السطوحات يسرح في الماء باش الماء ما يقطرش وما يقعدش فوق الكلاسات على صغيراته. الفيديو هذايا اثر اعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا سي منذر علوي مدير مدرسة سيدي منصور في سقيط الدائر من ولاية صفاقس. مرحبا لو سهلة سي منذر. سي المنذر نعم مرحبا بك، شنو أحوالك؟ بيك أكثر الحمد لله يا ربي. حبيت نحييك سي المنذر ربي فضلك على المبادرة اللي قمت بها، لأنه في العادة المدير ما نشوفوش يشد مصالحة ويسرح في الماء اللي موجود فوق الكلاسات. الجمعة مبادرة حلوة برشا، كانت عفوية العملية سي منذر؟ راني كنت عفوية جدا، معناتها راني كي علمني جار من جيران عندها واحد يغدرني قال لي راه عندك بيسين فوق المدرسة. طلعت أنا ما عنديش هكا جريت طلعت مع خطر عارف البنايات معناتها ماهيش شكل جديدة، معناتها بنايات قديمة ونخاف على روحي أنا ما يتيحش عليها سقف، مثلا خاف على الصغيرات تلام زعما في قاعات ما يتيح عليهم سقف هكا كتب، وإلا لا قدر الله تزيل أي حاجة أي حادث في المدرسة معناتها. أي في المدرسة جريت هزيت طلعت للسطح ونلقى تفاجئت بالخير معناتها نتاع ربي يعني. صراحة خاطر هو خير ربي معناش مش نعمل له أنا لا بيدي أنا ولا بيد شكون آخر معناه، هذا خير ما عند ربي يلاه هذاك هو. الحمد لله على نعمة الحمد لله على نعمة المطر، الحمد لله كعطانا ربي خير معناه خيرات من عنده هكا هو. طلعت باش نظفت الصحة معناتها اللي ينجم يكون مثلا مصدر نتاع أي كان خطر، نجم يكون خطر معناتها على الصغيرات اللي موجودين. ينجم يكون خطر على الصغيرات وعلي أنا وعلى كل سي منذر. علاش هو أثار الإعجاب الفيديو هذا؟ لأنه في العادة يكون العامل أو الحارس متاع المدرسة هو اللي يقوم بالعملية هذي، أنت خذيت على عاتقك المسؤولية هذي وطلعت للسطح وقمت بالعملية بنفسك. أنا خذيت على عاتقي المسؤولية هذي على خطر مدرستي ما عنديش عون رجالي، عندي كان عون نسائية، نجيبش تطلع مرأة فوق السطح تنظف عندها فهمتي؟ أها معناتها ما تنجمش تطلع مرأة. عندي عونة برك وما نجيبش نطلعها فوق السطح، نخاف عليها هي كده. تخاف عليها خاطر الله، خاطر مش كيما راجل كيما مرأة معناتها بكل صراحة، مش سامحني احترامي وتقديري للنسير ما نقولش لا. وأنا نحيي فيك خوفك على المرأة زادة. في وضعية كيما نحكم صوت على سلوم وكذا خافر. فوالا قلت نتحمل انا المسؤوليه ونطلع نطلع انا بيدي، شوف انا بيدي على الاقل نوقف بيدي معناتها نشوف الموضوع نشوف الوضعيه شنو معناتها. وما كنتش تتصور انه فما شكون يصور فيك؟ لا ما نكونش نصور حتى واحد معناتها. انا طلعت قلت لك عفويه، كلموني تليفون قالوا لي عندك بيسين فوق راسك، طلعت نجري. ما خممتش حتى شيء اخر، ما خممتش انه تونس كامله تشكرك على الفيديو هذا، وانه معناتها التوانسه الكل يقولوا يعطيه الصحه سيد المدير اللي ماخذ على عاتقه المسؤوليه هذا وطلع يصرح في المال موجود فوق الاسطوحات. شوف ما عنديش حتى مزية، انا راني نخدم نعمل ونحب المصلحه للمدرسه، معناتها ما عنديش مش ناخذ مزية كبيره برشا. لا عادي تتصرف التصرف تلقائي هكا، كلموك طلعت تجريك وقمت بالمهمة وبطرح. والسلام عليكم. والسلام عليكم. وصلت التصويرة لتونس كاملة وشافوه الفيديو، تحية اللي قام بتصوير الفيديو هذا يعطيه الناس. شكرا له على كل حال. تحية للرياض بن عبد العزيز شيدة اللي وصلنا ليلك سيد المدير معناته، لأنه اتصلنا بك اليوم ما لقيناكش بعثنا لك للدار. بارك الله فيك. يفضلك ويفضله ان شاء الله. مالك هو ان شاء الله ربي يسهل وبارك الله فيه على كل حال. هو خاطر تفاعل معايا معناتها
وقدم صورة أخرى على المدرسة وعلى المنطقة كاملة وربي يجرها طلعتهم. إن شاء الله. شكرا لفضلك. تحياتي لك سيد المدير سي منذر علوي مدير مدرسة سيدي منصور بسقيطة الدير من ولاية صفاقس. به المدير زادك ياخو على عاتقه المسؤولية ويتحمل مسؤولية المنصب تاعو، لأنه واحد آخر يقول لك يا خويا المندوبية تجي تتصرف ولا تشوف شنو تهبط المية، إذا أنا مش خدمتي ولا نجم يقولها معناتها أي واحد في البلاصة نتاعو، ولا يقول العام لا يطلع أنت هذيك مسؤوليتك أنت فلا. اليوم قال لك أنا نخاف عليها امرأة عندي في المدرسة ما نجمش أطلع على سلوم، نطلع ونحمي روحي ونحمي صغيراتي الموجودين معايا في المدرسة.